الشخصية اللي ظهر قدامكم دي اسمها مارجري مكول. الشخصية دي حصل معها موقف غريب جدا ونادر يحصل كمان. الست دي حصل لها حمى شديدة جدا دخلتها في غيبوبة. مدة الغيبوبة قعدت فترة طويلة لدرجة انهم شكوا ان الشخصية دي ماتت فعلا، فكفنوها وغسلوها وودوها على المقابر علشان يدفنوها. هناك مارجري كانت لابسة خاتم في ايدها، حبوا يشيلوا الخاتم ده من صباعها ولكن صباعها كان حصل فيه تورم. الناس من اللي كانت موجودة على المقابر اقترحوا عليهم انهم يدفنوا مارجري بالخاتم بتاعه. مين واقف في الموقف ده واخد باله؟ لصوص المقابر. اول ما الناس دفنت مارجري ومشيت، لصوص المقابر فتحوا المقبره عشان خاطر ياخدوا الخاتم من مارجري مكول. هنا كانت الصدمه. اول ما الشخصين دول دخلوا على مارجري اكتشفوا ان مارجري لسه عايشه، فجالهم صدمه عصبيه وسكته قلبيه وماتوا في الحال. مارجري بالهدوم اللي هي لابساها وبالكفن راحت على جوزها في البيت. جوزها لما شافها من الصدمه هو كمان اتكل على الله. تخيل معايا مؤمن ان هي موتت الشخصين وموتت جوزها وعاشت بعدهم عادي خالص. لو كمان اتجوزت وبعد لما مارجري ماتت والمره دي ماتت حقيقي، كتبوا على المقبره بتاعتها عاشت مرة واحدة ولكن دفنت مرتين. عارفك اول مرة تسمع عن القصة، لايك ودوس على علامة الزائد اللي تحت صورت عشان يوصلك فيديوهات من دي كتير.